كله يثبت مكانه. اي حركة كده ولا كده هتفجر دماغكو. كله يرفع ايده فوق، ارجع على ظهرك، ارجع، كله ينزل على ركبه، اخشع منك له، انزل، انزل يد على ركبه، يلا انبطحه. كله تمام يا سوسو؟ ايوه كله تمام. بقول لكم ايه، ما تقلقوش، هتطلعوا مؤدبين وتسمعوا الكلام، هتخرجوا من هنا سلام. لكن اي واحد فيكو هي الشيطان هيفكر له انه كله يثبت مكانه. مالك يا هاني؟ ولا مالك يالا؟ ريحه الشراب هتموتني. انت هتستعبط؟ ما انا غسلاه الاسبوع اللي فات. غسلاه ايه ده، ريحته قبر. انت ما بتحطيش دوني على الغسيل ليه؟ بس يالا لم نفسك، عيب. كله يثبت. شو النبي، ها ناوليني فواحه من اللي هناك. هتعطلني، خد اهي دي. لا بالفانيليا. ماشي استنى، كله يثبت، ما تتحركيش مكانك. يلا خد خد. صدق يلا انك اوفر. ده شرابك اللي اوفر. ايه ده، صدق ياض عندك حق. ايه ده، ده انا اتخنقت وانا عمال اقول ايه اللي مضايقني، دي ريحته صعبه قوي. بقولك ايه يا ابله، ناوليني الفواحه اللي جنبك دي بسرعه بسرعه. هيا هيا، هنعمل ايه دلوقتي؟ ما تقلقيش انا اتصرف، امني بس على اللي عندك. ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عامل ايه يا حبيبنا؟ الحمد لله. بقول لك ايه يا بركة، امرني. هتيجي معايا سكة ودغري، يبقى امنت نفسك وهتعيش، هتعمل فيها دكر بقى وعنطرة، هفرج عليك الناس دي وخليك منظرة. لا لا، ولا انطرة ولا هرتلة ولا أي حاجة، أنا أصلا معجب بيك والله. حلو الجو بتاع بوب بويز دوت الام بي سي اكشن ده. كان معاك؟ لا عجبني، هايل هايل هايل. بس كان في الماسك بتاع الجوكر، باتمان، فانديتا، بدل الاليانت اللي انت عامله في نفسك ده. ايوه الحاجات دي غاليه يا معلم، وبعدين الموضوع جه خالص فما كنتش عامل حسابي. ما تخلص يا هاني، انت هتصاحبه. حاضر. بقول لك ايه يالا، ايه، طلع كل الفلوس اللي في الخزنه وحطها لي في كيس. لا هم مش مستاهلين كيس اصلا. بص يعني هم اصلا اهم، خد اهم، بص كان لسه استفتاح، امسك كده كده 35 جنيه معاك على القفل. لا لا لا، خلي فلوسك في جيبك، انا بقولك طلع لي الفلوس اللي في الخزنه وحطها لي في كيس. انا جاي لك سكه ودغري والله، هم دول انا لسه مستلم اصلا، والمدير جه وخد الفلوس كلها. اه والله. انت هتستعبط يلا ولا ايه؟ ايه هتستعبط دي يا استاذه شوشو، مش اخلاق منحرفين. ايه هاني في ايه؟ ما تقول لها على حاجه. ياض ما تكدبش ياض، ده اللي قدامك ده قتال قتله، ده مغتصب اطفال، ده لسه سرق يجي 25 محطه بنزين وفجر 12. اوه بقول لك ايه يا هاني، واحده سيلف بقى انا وانت والنبي عشان خاطري. معلش مش هينفع بلبس الشغل. واحده سيلف بعد ما اخلص. بعد طب هي كده مش مصدقاني. وانا طلع الفلوس اللي معاك. انت برضو مش مصدقاني؟ طب لف بقى اتفرج، بص لف شوف المكنه بقى، لف. خلاص خلاص. ايه يا عم، انا هتصرف. كله يثبت، كله يرفع ايده فوق. بتتفتح ازاي الصرافه دي؟ من الجنب كده، في مشبك صغير. ايه ده؟ انتوا حاطين ازاز حاجه ساقعه؟ اصلها عطلانه بقالها يومين وانا مبلغ عشان يجوا يصلحوها، فقلت اعملها تلاجه يعني كده، يعني اشغل نفسي. ايه يا هاني، خلاص تعبنا، طلع على فشوش ولا ايه؟ مفيش حاجه هتروح على فشوش، انا مش هخرج من هنا الا معايا 5000 جنيه. عاجبني اصرارك قوي. صباح الفل. يلا بينا يا جماعة، أنا جاهز أهو، إن شاء الله رحلة ميمونة وهنحكي لأحفادنا عليها. عايزين تسيبوني أنا السبوحة وتاخدوا معاكوا لهبل الأراجوز ده؟ عجبي. جرى يا خالتي، هو أنا يعني في الهم مدعية وفي الفرح منسية؟ ولا أنتوا فالحين بس تاخدوني الحطابة وبورسعيد واللوكيشنات الزبالة بتاعتكوا دي، ويوم لما تيجوا تصيفوا مش عايزين تاخدوني معاكوا؟ ما تعلي صوتك أكتر وتسيح لنا في العمارة، ولا أقول لك خد كلم عم دهب اقول له انت الكلام ده بنفسك. انت شايفه يا شوشو خالتك بتتكلم ازاي؟ هو ايه اللي انت لابسه ده؟ احنا رايحين مكان نظيف، مش هيرضوا يدخلوك كده اصلا. ليه ان شاء الله؟ وبعدين يعني هيكون انضف من شاطئ البترول بتاع فايد. بليز محدش تاني يقول لي شاطئ البترول بتاع فايد، احنا مش رايحين نصيف، احنا رايحين نتنقل نشوف الراجل عنده الفلوس ولا لا. انت هتقعدي هنا مع ماما ميمي، وانت هتدخلي تغيري الكيس القرف اللي انت ماسكاه في ايدك ده، وانت هتنزل الشنط لسيف لانه مستنينا تحت. اند اوف ديسكشن. ايوه كده كرباجيو، عشان نلحق البحر. ومش هنلحق البحر، وسيب الزفت اللي انت ماسكها في ايدك دي. كره الماء حرام عليكي. فضحتوني. يا رب ما تلحقوا توصلوا ولا تتهنوا، عشان انا بصلكوا في السفريه دي. يا رب شاطئ البترول اللي فايد يولع بيكوا يا رب. قادر يا كريم. الحمد لله انها عطلت بينا هنا لما وصلنا، كان زماننا اتبهدلنا في الطريق. يا بنتي احنا ما وصلناش، ما وصلناش، احنا وصلنا شاطئ الزفت البترول بتاعكو ده، الغردقه لسه كتير جدا. هيا سيف ايه الاخبار؟
تقريبا المشكله يا في حساس الكرنك يا في السربنتينا. الترنك ده في التليفون والتربنتينا دي في ال... مفيش حاجه اسمها تربنتينا اصلا. ايوه مفيش حاجه اسمها تربنتينا، اسمها السربنتينا. ها يا جماعه خلصتوا فاتي خلاص؟ ممكن لوستا بقى يشوف العربيه؟ اتفضل. انت رايح فين بالسيجاره ديت؟ انت عايز تولع فينا؟ في انا ما اعرفش اشتغل غير والسيجاره في ايه. لا لازم ترميها. اهي السيجاره اهي. يخرب بيتك هتولع فينا، احنا في شاطئ البترول. اهدى اهدى يا حبيبي ما تخافش، شاطئ البترول يعني زي ما في بترول في ميه برضو. اتفضل يا اسطى. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ الجنود كلها متقطعه يا ابني. الجنود يا هاني اللي في الكبوت يا هاني. ايه؟ وبعدين ميه الكركتير عايزه تتزود. ميه الكركتير؟ اه. يا جماعة العربية دي شكلها سخنت. لا والله ما هي بتولع قدامك اهي. ما هو انت السبب، انت السبب عشان انا ما بحبش حد يسوق عربيتي وانت صممتي تسويها. ايوه ولعت. سيف اولا ما تزعقش، تاني حاجة انا عربيتي لما بتسخن بيكون فيها لمبة بتنور. طب ما هي نورت وقلت لك ثلاث مرات. لا اللمبة اللي في عربيتي غير، انا لمبتي لونها احمر انت لمبتك لونها اصفر. ما بس بقى يا ده سفروت انت والبت الصفرة بتاعتك دي، خلينا نخلص. انتي تخرسي خالص، انتي السبب في اللي احنا فيه، انتي وخالتك اللي نقرت لنا في السفرية. نبرت لنا، خالتي ما بتنقرش بتنبر. Whatever. يا جماعة خلاص بما اننا جينا شاطئ البترول يلا بينا بقى ونلحق البحر. انت مجنون يالا انت متخلف. انتوا مش عارفين تاخدوا قرار، احنا نوقف اي عربية دلوقتي توصلنا وعربية سيفنا بنتصرف فيها بعدين. يلا وقف لنا عربية. في عربية جاية هناك يا وقف. اولاد يلا يلا. معلش معلش يا عم الحاج، عربيتنا عطلت، ممكن تاخدونا معاكم؟ على فين؟ احنا رايحين الغردقه. يا راجل احنا كمان رايحين الغردقه، هاتهم وركبوا ورا يلا. سبحان الله يلا بينا. يلا بينا ايه، هنركب فين؟ انت مش شايف العربيه؟ والنبي ما يغرك شكلها، تعالي انت اقعدي على حجري واصحابك دول يتزنقوا مع العيال ورا. لا شكرا حضرتك انا مش بعرف اركب على رجل حد. خلاص مش مشكله انا هقعد على حجر طنط، انا حبيتها وانت تزني مع العيال ورا. يا جماعة مش هينفع، علمياً إحنا الأربعة لو ركبنا العربية دي مع الأسرة الجميلة المدورة دي العربية دي مش هتمشي. والنبي لا تيجي، دي تسامي الحبايب ألف. يا ماما أنا عارف اللي إحنا الأربعة ممكن نقعد على حجرك عادي، بس مش هينفع. عموماً إحنا حبينا نخدم، كان غرضنا نخدم وخلاص. سلام عليكم. معلش يا حاج كان نفسنا نتقلب معاكم بس معلش معلش. بتسقف على إيه؟ سبحان الله العربية ماشية زي الحلاوة، عربيتنا إحنا اللي تعطل. يبقوا اختاروا كويس العربية اللي هنركب فيها. مش عجباني. اتفضل اتفضل. شكرا. ايه مالها؟ مش عجباني. كانت كويسه يا نيل. لا لا انا مش بحب اللون ده في الموديل ده، عندي باد اكسبيرينس معاه. لا اتفضل حضرتك خلاص شكرا. اوبا. لا طبعا عربيه مبقلظه قوي. شكرا شكرا. اوه 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 يا مجنون. انا مش هركب هنا، ما تصلحها ولا ايه اللي انت عامله ده؟ ايه ده؟ اتفضل حضرتك روح سمكرها ولا سنقرها. استغفر الله العظيم يا رب. اوكي انا هركب دي. لا بقى خلاص دي مش عجباني، اتفضل حضرتك باي باي. ايه ده ليه يا سوسو؟ اصلها حلوه اوفر فجايبالي بوزيتيف انرجي. اه جدع يا سوسو. امال ايه وانا اسيبها يعني تستغلنا كده وتبهدلنا؟ صح زي ما ليها ليكي. طبعا امال ايه. ايوه عشان بقى كل واحد يعرف تمامه. كفايه بقى مش هينفع الشغل دوت. اي عربيه هتيجي اي عربيه هتيجي وتقف لنا هنركبها ان شاء الله لو عربيه ميز. سيف هو احنا انا مش عايز واحده فيكم تتكلم، اللي هتتكلم هتكلمها تبني. سيب النهجه يا خروف.